يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللاب اللي بعديه هنعمل الشبكه دي تمام، وعايزه اقومها في البريك. بس انا جاست ان انا بس حطيت اي بي هيت ونوشا داون وشغلت الاو اس بي اف، وبالمناسبه ار واحد عليه مجموعه من الانترفيسز الاستاتيك. انا بس عملت لها سيميوليت كان هي بتشاور على الانترفيس الوهمي اللي هو مين نال زيرو بالاوامر دي. بس اي بي هيت شغلت الاو اس بي اف وكله زي الرسمه دي بالظبط. دي اريا 23، اريا 0، اريا 45، اريا 67، اريا 78 تمام. هاجي بس على ار 1 ده كده اي اس بي ار صح اللي تحت ده. لا طب ما نمشي واحد، هو عنده حق، هو عنده حق، بس نمشي واحده واحده. هو انت عندك حق صح تمام، بس نمشي واحده واحده. لا كان احنا خدناها يعني خدناها اخدناه بس ما عملناش اللاب بتاعها، هنعمله بعد دلوقتي. ده او اس بي اف، ده او اس بي اف هقوموا يدوروا فيك الضرب دلوقتي عشان عايزين يروحوا. ماشي ماشي. الاستاتيك بقى انا هاجي بس على ار واحد واعمل له ريديستريبيوت جوه. هاجي على ار واحد وانزل تحت الاو اس بي اف واقول له ايه يا احمد؟ ها ريديستريبيوت لمين؟ للاستاتيك. لو استخدمت ال انهي اوبشن من دول اهم حاجه بالنسبه لي؟ سبنتس تمام. ليه من غيره؟ بالظبط كده تمام. ولو عايزين برضو ان انتوا تحطوا سيد متريك يلا بالمره، ممكن اديله في اوبشن كمان متريك، هحط له مثلا سيد متريك 10 على سبيل المثال. الاوبشن ده مش شرط تمام. لو جينا بقى دلوقتي كده نشوف الشبكه بتاعتي قايمه ولا لا، تعالوا نشوف ار 3 شو اي بي راوت واركز على الاو اس بي اف. اه ده عندي مجموعه اهي من الاكسترنال تايبس، اكسترنال تايب 2 والمتريك بتاعها 10 تمام. وشفت كمان 10 76 67 مين 67 ده اللي هو تحت ده؟ انا عند ار 3 67 وشفت ال 10 100 10 100 في حاجه غلط انا عليها. 10 100 المفروض يشوفها بحرف الاو اي اي. دو شو رانينج سيكشن الاو اس بي اف ده انا عكة الدنيا. اي بي اس بي اف 1 بروسيس 1 اريا 0 طبعا ده غلط صح؟ نعم انترفيس اس 0 اس انا مغيره الانترفيسز انترفيس اس 1 اوفر 0 عادي يعني ما هي صفر على الشمال يعني مالتي. اي بي او اس بي اف 1 اريا 23 شو رانينج كده كونفيج على الانترفيس اس 1 اوفر 0 كده تبع اريا 23. نيجي بس كده على ار 2 اتاكد ان انا ما عكتش الدنيا هي عليها هي كمان. شو رانينج على الانترفيس اس 1 اوفر 0 انا كنت عكه برضو الدنيا هنا. انترفيس اس 1 اوفر 0 واقول له ايه؟ اي بي او اس بي اف 1 اريا 23 شو رانينج على الانترفيس اف 0 اوفر 0 ده كده متظبط تمام. نيجي تاني بس كده هنا نتشك بقى تاني الاريا، بس اللي هي اريا 23 دي انا كنت عكيتها بس خليتها اريا 0. لو جيت هنا تاني اقول له شو اي بي راوت لقيت فعلا شفت 10 23 مين 23؟ اه لا ده دايركت كونكتد 10 67 67 اللي هي تحت دي. شفت مين كمان؟ 10 100 10 100 دي ناقصني 45 شكلي كده برضو عكيت هناك ار 4 وار 5
على مين؟ R4 S1 over 0 اه نفس الغلطة انترفيس S1 over 0 IP OSPF area 45 والانترفيس الثاني R5 انترفيس S1 over 0 45 هو في حركة هنا انا طلعت منها دلوقتي استفدت منها الغلطة اللي حصلت دي هسألكم فيها كمان شوية تمام؟ لا يا باشا انا ساعتها لما اسألكم فيها دلوقتي شفت العشرة 45 لسه مش شايفها 76 ومية مش انتوا اللي قعدتوا تقولوا عايزين تمشي بدري تمشي بدري اهي 10 4 ار 4 ار 5 شو اي بي او اس بي اف نيبر ولا انت هو استنى شويه شايف ار 5 مش شايف ار 5 حاضر معايا شباب ولد 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 انت هو كان الانترفيس بس عندي كان انترفيس شوت داون نزلت تحت الانترفيس عملت له نو شوت داون بس سجلت الانترفيس ده بس ما كنتش لسه عملت له نو شوت داون المفروض دلوقتي لو جيت بقى على ار 3 شو اي بي راوت 10 45 ظهر لي تمام نقرا بقى الاوبجكتيف واحد واحد بسم الله الرحمن الرحيم شباب كونفيجر بيزك لا انا لا شباب التكييف مش المروحه شباب لا يا شباب Objective: Configure basic OSPF for the network shown. Advertise all networks attached to each router into OSPF using the simplest method available. مش فارقة معايا أنا كده كده شغلته مرة بشغله بأمر network مرة بشغله تحت الانترفيس شغلوه بالطريقة اللي أنتوا عايزينها. To inject external networks into the OSPF domain, redistribute the static routes on R1. These routes should be marked as انا شكلي استعجلت هو عايزه تايب كام تايب 2 يبقى كان المفروض يجي على الراوتر اللي فوق ده ار 1 وانا بعمل له اصلا ريديستريبيوت كان المفروض استخدم هنا ايه متريك تايب 1 لان الديفولت تايب 2 طب تعالوا كده نتاكد لو جيت على ار 1 دلوقتي وقلت له شو اي بي راوت فعلا الزعل هنا ايه اكسترنال تايب 1 حد فاكر ايه الفرق ما بين اكسترنال تايب 1 و 2 اه ماشي واحد بيزود التاني ما بيزودش اكسترنال تايب 1 على مستوى كل راوتر كل هوب بنط عليه بيزود قيمه المترك بتاعته تمام بالمناسبه بنسميه هوب بوتيتو هوب بوتيتو بوتيتو تمام اكسترنال تايب 2 شباب اكسترنال تايب 2 بنسميه كولد بوتيتو اكسترنال تايب 2 بيعمل ايه ما بيزودش قيمه المترك واتفقنا قبل كده طالما عندي اكزيت انترفيس واحد بس ريكومندد ان انا اشتغل ها تايب 2 يعني في السيناريو ده هو انا عملت زي ما هو طالب مني بس ريكومندد ان انا كنت اعمل ايه تايب 2 ليه عشان ار 1 عشان ار 3 يوصل للاكسترنال تايبس او الراوتس اللي فوق دي مفيش قدامه غير طريق واحد بس بس هو عايز كده ماشي نشوف الاوبجكتيف التاني اي بيش عليا ها شباب اسمعوا سؤال زميل لما باجي ابقى بعمل ايه تمام هي الحاجات دي ليها ديفولت مترك وهنشوفه في الريديستريبيوشن ان شاء الله ايوه لو مثلا الشركات دي ده عن الثانية من عمليات السويت على تاني ايه؟ الشركات دي على البروتوكول بتاعها اه مش المترك بيبقى اكتر مثلا تاني كده ايه عرفتي ما فهمتش حاجه اللي فاهم حاجه قوي ما عليه او اس بي اف شود نيفر فورم نيبر ريليشن شيب اون اني انترفيس وير اذر او اس بي اف راوترز دازنت اكزيست يعني من الاخر كده بيقول لي ان اي راوتر وهنا ما فيش عموما يعني اي راوتر ليه جار مش شغال بالاو اس بي اف المفروض ان هو اصلا اتاكد ان هو ما بيزعش هيلو على الانترفيس ده يبقى اعمل ايه
اخذناه ايام ال ان اي على فكره بالظبط بس في انترفيس تمام. يعني على افتراض مثلا ان ار 3 كونكتد باكتر من انترفيس, انهي انترفيس اللي المفروض يسهله؟ ار 3 المفروض يسهله منين؟ على الانترفيس ده بس. بمعنى ده كونكتد بلينز, اللي ورا دي كلها كونكتد بلينز. هنا مثلا على الانترفيس ده كان عندي جهاز كمبيوتر بي سي, والجهاز ده عليه اتاكر. ما هو الاتاكر ده ممكن يحول جهاز الكمبيوتر بتاعه لراوتر. سهله؟ اه سهله جدا فوق ما تتخيلوا. بسطب سيرفيس اسمها راوتنج اند ريموت اكسس, هي ايام الويندوز سيرفر 2003 كان ممكن اسطب او اس بي اف وريب. ابتداء من ويندوز سيرفر 2008 بقى من حقي ان انا اسطب ريب بس. بس ايا كان في تولز ممكن ان انا استخدمها تتسطب على جهاز الكمبيوتر تحول الراوتر. وطالما تحول الراوتر, الراوتر ده هيعمل ايه؟ هيذيع ابديت ويستلم ابديت. طب ما هو معنى كده ان هو ممكن يعني هيجراب, هيجيب كل الشبكات اللي موجوده في الشبكه. جهاز الكمبيوتر ماله ومال الراوتنج تيبل بتاعي صح؟ ده غير كمان ان هو ممكن يزعني شبكات doesn't exist على ارض الواقع. جهاز الكمبيوتر يعمل كده ليه؟ المفروض جهاز الكمبيوتر بيبقى عليه ديفولت راوت, يرمي على الراوتر وبعد كده ما لهوش دعوه بحاجه. الراوتنج تيبل بتاعه المفروض ان يبقى جواه ايه يا شباب؟ لو جيت ابص هنا على الراوتنج تيبل بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعي, راوت برنت انتر, ده الراوتنج تيبل بتاع جهاز الكمبيوتر. انا مش شايفه الشبكات بتاعه الانترنت, انا شايفه مين؟ ديفولت راوت بيرمي على مين؟ على الجيت واي بتاعي. وانتهينا. ده ايه؟ ده ايه؟ وده النتورك اللي, وده اي بي هاتكم تمام. ده الاي بي بتاعي ده 42, واللي تحت المولتي كاست, ودي الشبكه بتاعتي, وحتى الاي بيات بتاعت البرودكاست بتاعتي, وده الجيت واي, وده الجنرال برودكاست. اللي انا عايز اركز عليه دلوقتي ايه يا مجدي؟ ده بس الديفولت راوت. يبقى تاني جهاز الكمبيوتر كبير ويبقى عليه ايه؟ ديفولت راوت وانتهي تمام. اعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك ريكومندد ان انت هتيجي على كل الانترفيسز اللي كونكتد بجهاز كمبيوتر بلينز يعني من الاخر, وتحولها لباسيف انترفيس. تحولها لايه؟ لباسيف انترفيس. طب معنى كده ان الشبكه دي مش هيزحها؟ لا انا ما قلتش كده. هو الراوتر هيبطل يبعت له من الانترفيس ده, وطالما بطل يبعت له مش هيبقى ليه اي جار. يعني لو جاره الاتاكر بيحاول يبعت له هيلو مش هيبقى نيبرز, بس في نفس الوقت النتورك دي هياخدها ويزحها لباقي جيرانه التانيين. يبقى الباسيف انترفيس معناه ايه؟ ان الانترفيس ده هيبطل يبعت عليه هيلو, لكن النتورك هيزحها لبقيه الانترفيس تمام. فانا هفترض دلوقتي ان ار 3 كان عليه اكتر من راوتر, او كان عليه اكتر من انترفيس. هنزل تحت الراوتر او اس بي اف 1 وابدا اقول له باسيف انترفيس مسافه, واكتب له بقى الانترفيس اف 0 او 0 مسافه, باسيف انترفيس مسافه, اكتبوا له كل اسامي الانترفيس تمام. طب افرض ان انا عندي انترفيسز كتير, ده ايه وجع القلب ده؟ طب اعمل ايه؟ انا ممكن اقول له باسيف انترفيس ديفولت. هقول له يا شباب باسيف انترفيس ديفولت. لو انا كتبت له ديفولت هيشغل الباسيف انترفيس على كل الانترفيسز. طب بعد كده ابدا استثني بقى, يبقى اقول نو باسيف انترفيس. مين هو هنا اللي انا مش عايزاه احوله الباسيف انترفيس؟ اس 1 اوفر 0. هنلاقي النيبر ريليشن شيب رجعت تاني فروم لودنج تو فول. هي كانت في الاول وقعت ليه؟ اول ما الانترفيس ده اتحول لباسيف انترفيس بطل يبعت له, فعلى طول ار 2 هيعتبروا بعض داون. واضحه؟ يبقى من الاخر كده الاوبجيكتيف ده حله ايه؟ هتيجي على كل على كل الراوترز تحول او تكتب له الامر ده باسيف انترفيس ديفولت, وتيجي على الانترفيسز اللي كونكتد براوترز تقول له نو باسيف انترفيس وتسمي له الانترفيسز دي. واضحه؟ الاوبجيكتيف اللي بعدي اول راوترز ان اريا 0 شود يوز ام دي 5 اوثنتيكيشن. طيب هو اللاب ده انا اساسا عاملاه عشان نركز على الاثنين دول, الاوثنتيكيشن والفيرتشوال لينك. نمسك واحده واحده بقى. انا دلوقتي هشغل الاوثنتيكيشن ما بين ار 2 وما بين ار 3 النوع الاولاني اللي هو, حد فاكر الاوثنتيكيشن؟ كان كام نوع؟ شابو الباب يا لهوي. لا شابو كان في او اس بي اف. ايوه اوثنتيكيشن. كان عندي ثلاث انواع من الاوثنتيكيشن. النوع الاولاني نل, وده ديفولت نل يعني ما عنديش اوثنتيكيشن اساسا. الثاني كلير تكست. الثالث ام دي 5
5 ده بتاع ايه السي سي ان اي تابع ليه بقول ده كله في اي حاجه لا نال ده لا نال ده لا الاو اس تي ابس الفيرجنز الجديده كمان بقت بتسبورت الاس اتش اي هوريكم السنتكس بتاعها بس للاسف الاي او اس بتاعي مش بيسبورته تمام نمسك واحده واحده نال يعني ايه ما عنديش اوثنتيكيشن يبقى انا لغايه دلوقتي مش قادره استوعب ليه سيسكو مدياني الاوبشن لده لان ده اساسا الديفولت ما انا طول ان انا اصلا ما طبقتش اوثنتيكيشن صح اشغل دلوقتي النوع الثاني اللي هو كلير تكست هشغله ما بين ار 3 وار 2 فهاجي دلوقتي على ار 3 الاوثنتيكيشن بتاع الاو اس بي اف ايام الاو اس بي اف الفيرجن القديم اللي انا شغاله عليه ده تمام انا لغايه دلوقتي شغاله على 15.3 هو للاسف مش بيسبورت النوع بتاع الاس اتش اي تمام بس يعني بسرعه كده النوع ده او الفيرجن ده بيسبورت كام نوع من انواع الاوثنتيكيشن نال كلير تكست ام دي 5 لان النوع اللي قدامي نال كلير تكست ام دي 5 الكلير تكست والام دي 5 مش كومباتبل مع بعض ايام الريب حد فاكر الاوثنتيكيشن كنت بعمله ازاي ازاي سلسلة مفاتيح وبكريت كذا مفتاح وبخلي كل مفتاح يشتغل من كذا لكذا تمام هنا لا هنا انا على طول بنزل تحت الانترفيس وبطبق الاوثنتيكيشن بتاعي لكن في الفيرجنز الجديدة من الاي او اس بقى برضو من حق ان انا اكريت سلسلة مفاتيح واطبقها تحت الانترفيس تمام فهنزل هنا تحت الانترفيس على طول اللي هو اس 1 اوفر 0 اقول له اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن لو استخدمت الهيلب قال لي عندك ثلاث انواع نال مسج دايجست اللي هو الام دي 5 بس ما جابليش اوبشن لكلير تكست فين الكلير تكست انتر على طول تمام طب لو جيت دلوقتي على الراوتر الثاني ار 2 خدوا بالكم انا لسه ما حددتش الكي وانزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر 0 بس استنوا كده الدنيا المفروض تقع شو اي بي او اس بي اف نيبرز ما بيني وما بين ار 3 الرقم ده فعلا بدا يقل عن كام 30 اختفى فعلا والنيبر بقى داون ليه انا شغلت على واحد اوثنتيكيشن انا صحيح لسه ما حطيتش كي بس انا حددت ان نوع الاوثنتيكيشن كلير تكست طب وده لسه ما شغلتش عليه اوثنتيكيشن طب انا عايزه دلوقتي اتاكد ايه المشكله اللي حصلت كان في عندي ديباج اي بي او اس بي اف ادجسنسي قال لي المشكله عندي ان هنا مس ماتش اوثنتيكيشن تايب ليه يا عم الانبوت اللي جاي لي تايب 1 ويوز تايب 0 ايه ده قال لك اصل النل ده كده بنسميه تايب 0 الكلير تكست ده بنسميه تايب 1 الام دي 5 بنسميه تايب 2 الاس اتش اي بنسميه تايب 2 برضه مع الوضع في الاعتبار ان الام دي 5 والاس اتش اي مش كومباتبل مع بعض تمام ساعتها الرساله دي لو انا خليت واحد ام دي 5 وواحد اس اتش اي مش هيقول لي هنا مس ماتش اوثنتيكيشن تايب لان الاثنين تايب 2 لكن هيقول لي ان الكي غلط دي حاجه غريبه شويه تمام هيقول لي ان الاوثنتيكيشن كي غلط ليه لان الاثنين نفس التايب واضحه طيب لو جيت بقى دلوقتي على ار 2 نشغل نفس الاوثنتيكيشن يعني هنزل تحت الانترفيس واقول له ايه اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن هو انا دلوقتي حطيت الكي انا ما حطيتش كي المفروض دلوقتي الاثنين يقوموا رجعوا تاني اول ما هم لو جيت كابتشر الداتا ما بين الاثنين ستارت كابتشر ستارت واير شارك القط بس واحده هيلو كده فريم ريلي ايه هو انا شغلت ايه بالظبط بسم الله الرحمن الرحيم ستوب
التهييس اللي حصل دي. شفتوا اللي حصل ده؟ ستارت. انا عايز اشغله على S1 over 0. S1 over 0 اللي شغال بال HDLC. اوكي. لقيت واحدة OSPF اهو. كفاية. Stop the capture. لو جيت هنا تحت ال OSPF. حد فاكر ال البروتوكول تايب بتاع الاو اس بي اف كان رقمه كام؟ 89 بالظبط. وقلنا ان هو عباره عن 4 لاير. ليه؟ لانه بيتعمل له انكابسوليشن دايركت جوه الاي بي، لا بيعدي على تي سي بي ولا يو دي بي، ده ليه بروتوكول تايب خاص بيه. لو جيت افتح دلوقتي الباكت بتاعه الاو اس بي اف تحت الهيدر، نوع الباسورد بتاعتي سمبل. طب شفتها؟ لا. معنى كده ان اي من ان ذا ميدل هيكابتشر الداتا دي هيشوف كده الاوثنتيكيشن تايب داتا فاضي، هيعرف على طول ان انا مش حاطه كي، يروح حاطط كي، يروح عامل بس جاست بس ان هو يروح مظبط الاوثنتيكيشن تايب وكده بقى خلاص معايا في الشبكه. تمام. فغلط جدا ان انا ما احطش كي. احط كي ازاي بقى؟ هاجي هنا تحت ار 2 وار 3 اقول له اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن كي. الكي بتاعي هو مين؟ حطي لي الكي بس ماكسيمم كام كاركتر؟ 8. طب لو انا قلت له سي سي ان اي، سي سي ان بي، سي سي اي اي، دول كده كام كاركتر؟ 12. طب انتر. الاي او اس محترم، قام قال لي لا ورنينج، الباسورد اللي انت حطيتيها قللتها ل 8. للاسف الاي او اس القديمه قوي ما كانش بيديني الايرور ده، ورغم كده كنت اجي اشوف الرننج كونفيج ياخد بس اول 8 وخلاص. تمام. فكانت دي ممكن تلخبطنا في سعيد. تمام. انما الاي او اس الجديده كلها بقت بتقول ايه؟ رساله كده صراحه يقول لك ان هو هياخد اول 8 كاركتر بس. كان ممكن هنا برده على فكره اقول له اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن، واما احدد 0 يا اما احدد 7. طب لو انا حددت 0، 0 معناه ان مسافه ودي له الباسورد كلير تكست. طب لو قلت له 7، مسافه تحط له الكي بتاعك قيمه الهاشنج بال 7. فاكرين سيرفيس باسورد انكريبشن اللي كان بيشفر كل الباسوردات بنوع تشفير ضعيف اسمه 7، تاخد القيمه بتاعه التشفير اساسا وتحطها بعد كلمه 7، مش تحط الباسورد اللي هي سي سي ان اي، لا نتيجه تشفيرها. تجيبها منين؟ اكتب لي اي كريت لي اي يوزر نيم، تمام، وبروست واكتب الامر بتاع سيرفيس باسورد انكريبشن وخد القيمه من شو رانك. دي طريقه. تمام كده. طبعا دلوقتي الدنيا وقعت. ليه؟ واحد انا حطيت عليه كي لكن الثاني لسه ما حطيتش عليه كي. طب تعالوا كده نقول له ديباج اي بي او اس بي اف ادجسنسي. قال لي هنا ايه؟ مس ماتش الاوثنتيكيشن كي. اهي دي اللي على فكره اللي كنت بقول لكم عليها، لو واحد شغال ام دي 5 واللي قصاده شغال كلير تكست، انا اسفه، لو واحد شغال اس اتش اي والتاني اللي قصاده ام دي 5 هيديني ايه؟ مس ماتش اوثنتيكيشن كي. رغم ان المشكله مش في الكي، المشكله في التايب، بس خلاص هو الاس اتش اي بيعتبره انكريبتد، بيعتبره تايب 2. واضحه؟ تمام. عشان احل المشكله دي بقى هعمل ايه؟ هاجي على الراوتر ده هو كمان واحط نفس الكي، فهاخده بس هنا كده. راحت فين؟ راحت فين؟ تمام. طب ان شاء الله حتى اخده لغايه الاخر مش فارق معايا، لانه كده كده هيعمل ايه؟ هيبص على مين؟ اول 8 بس كنوع من التاكيد. لو قلت له شو راننج على الانترفيس اس 1 اوفر 0 اخد لي فعلا، قصهم لي فعلا للسيسم اي سيسم بي 8 كاركتر بس. تمام. طب لو جيت اعمل كابتشر للداتا، ستارت كابتشر اس 1 اوفر 0 بالاتش دي ال سي، ادي واحدة او اس بي اف ستوب للكابتشر. لو جيت هنا دبل كليك شورت سباس فيرست، الباسورد بتاعتي سيمبل اللي هي شاف. في حاجة بقى، مش معنى ان انا دلوقتي حطيت اوثنتيكيشن سواء كلير تكست او انكريبتد ده مش هيشفر البيلود. يعني انا دلوقتي لو نزلت تحت الهيلو، مش هي دي الراوتس اللي بتتبعت؟ مش هي دي شباب الراوتس اللي بتتبعت؟ صح؟
مش معنى ان انا بعمل اوثنتيكيشن ان انا بشفر البيلود. الاوثنتيكيشن معناها تحقق، بمعنى ان التو راوترز بس جاست ان معاهم لازم يبقى معاهم نفس الكي عشان يتعاملوا مع بعض، ماليش دعوه بالابديت اللي بيتقل ما بين الراوترز، تمام. لكن في الاو اس دي اف فيرجن 3، حد فاكر الاو اس دي اف فيرجن 3 كان بيشتغل مع مين؟ مع اي بي فيرجن 6. عملوا منه فيرجن بس برضو للاسف مش سبورتد على على الاي او اس اللي معايا، عملوا منه فيرجن برضو يشتغل مع اي بي فيرجن 4. في حالته بقى بينكربت او بيعمل اوثنتيكيشن وبينكربت البيلود الاثنين، تمام. طب افرض ان انا دلوقتي شغاله اللي هو الفيرجن اللي معايا ده، وانا محتاجه ان انا اعمل انكربتنج للبيلود للابديتس اللي بتتنقل، ال ال اس ال بتتنقل، في طريقه ممكن اشغله مع الاي بي سيك تانل. في انواع، نوع من انواع التانل اي بي سيك، قدام باذن الله في اخر الكورس كده هنبقى نشغله مع دي ام في بي ان او اي بي سيك اوفر دي ام في بي ان. لو انا شغلت الاي بي سيك مع الاو اس دي اف هشغله لي بايه؟ او هيعمل لي ايه؟ انكربت كمان للبيلود. يبقى انا كده عملت اوثنتيكيشن وعملت انكربشن للبيلود، تمام. لكن في حاله الاو اس بي اف فيرجن 3 انا مش محتاجه اعمل كده، لانه كده كده بيعمل انكربشن للبيلود، تمام. اوكي، انا كده شغلت النوع الاولاني. تعالوا نشغل بقى النوع الثاني. النوع الثاني اللي هو ان دي 5. لو جيت دلوقتي على راوتر منهم ار 2، بالمناسبه قبل ما انسى، انا ممكن دلوقتي ان انا اخلي الاريا كلها، او يعني مثلا افرض ان انا عندي راوتر في مجموعه كبيره من الانترفيسز، تمام. مش هنزل تحت كل انترفيس واقول له ان نوع الاريا دي او نوع الاوثنتيكيشن ده كلير تكست والكي كذا، لا. انا ممكن اعمل الحوار ده على طول كده تحت البروسيس. يعني هنزل تحت راوتر او اس بي اف 1 واقول له اريا، هي انا في اريا كام؟ ار 2 اريا 23 رقم الراوترز، تمام. هقول له اريا 23 الاوثنتيكيشن بتاعها، لو استخدمت الهيلب لو ضغطت انتر يبقى معنى كده ان كل الانترفيسز اللي على الراوتر ده شغاله اوثنتيكيشن تايب كلير تكست. لكن لازلت محتاجه ان انا انزل تحت الانترفيس واحدد الكي. نزلت ايه يا شباب؟ محتاجه انزل تحت الانترفيس واحدد الكي. طب بصوا كده، افرض دلوقتي ان انا جيت هنا على الاريا دي وخليتها شغاله الاوثنتيكيشن بتاعي نوعه ام جي 5، انا كده بقول له ايه؟ يا راوتر كل الانترفيسز اللي عليك هتبقى شغاله اوثنتيكيشن نوعه ام جي 5. ونزلت تحت الانترفيس وقلت له اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن انتر، ايه ده؟ طب ما انا كده عندي ميس ماتش. تحت الانترفيس انا قلت له انت اشتغل ايه؟ كلير تكست. وتحت البروسيس قلت له انت اشتغل ايه؟ ام دي 5، صح؟ حد يقول لي كده تاثير ده هيبقى ايه؟ شغلوا دماغكم كده. ام دي 5 تحت البروسيس ذات نفسها يا مجدي قلت له انت اشتغل ام دي 5، يبقى معنى كده ان كل الانترفيسز ام دي 5. لكن تحت الانترفيس قلت له انت اشتغل كلير تكست، مين اللي هيتيك افكت؟ بالظبط كده، اللي انا عاملاه تحت الانترفيس ده هو اللي هيتك افكت. يبقى الانترفيس ده فعلا هيبقى كلير تكست، لان ده هي اوفر رايت نوع الاوثنتيكيشن اللي انا عملته تحت البروسيس. لكن بقيه الانترفيسز كلها هتبقى انتي 5، وده ممكن يتوه ناس. واحد يجي يعمل شو راننج يلاقي ام دي 5 يروح مشغل الامر اللي هو، لو تفتكروا الكي هنراجعه دلوقتي تاني ان شاء الله، الكي في الام دي 5 كان ليه امر مختلف، وانا بحط الكي في الام دي 5 كان ليه امر مختلف، يروح مشغل الامر بتاع الام دي 5. قال لا ما يشتغلش. ليه؟ لان تحت الانترفيس انا مشغلاه كلير تكست. الكلير تكست ليه امر للكي، والام دي 5 ليه امر للكي، وده ممكن يلخبط ناس كتير. عشان كده في الاو اس دي فيرجن 3 حلوا المشكله دي، بقيت بكريت سلسله المفاتيح وانزل تحت الانترفيس زي الرب بالظبط، اقول له طبق لي سلسله المفاتيح اللي اسمها كذا وانتهينا. خلاص كده؟ تمام. طيب تعالوا بقى دلوقتي انا هشغل الام دي 5. يعني هاجي هنا اقول له، يا اما اجي في الاول واقول له نو اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن، يبقى مين اللي هيتك افكت؟ الام دي 5، لان انا شغلتها تحت البروسيس. شو راننج على السكشن بتاع الاو اس بي اف تحت البروسيس، فعلا انا مشغله اوثنتيكيشن نو ام دي 5. طب الدنيا ما اقعدش ليه؟ شو اي بي او اس بي اف نيبرز على ار 3، لا اهو بدات تقع. بدات تقع ليه؟ واحد انا مشغل عليه ام دي 5 والتاني لازال كلير تكست. طب نروح كده نشوف ايه اللي بيحصل. يلا يا عم اقع بقى.
وقع اهو. debug ib ospf adjacency. قال لي هنا ايه؟ mismatch it authentication type. ليه يا عم؟ we use type 1 لكن اللي جاي لي type 2. طب اعمل ايه؟ هاجي على ار 3 واشغل عليه authentication no md5. ازاي؟ ممكن اعمله تحت الراوتر اريا اللي هي تحت تحت البروسيس، بس كده هيشغله على كل الانترفيسز. تمام؟ انا في حالتي هنا فين ار 3؟ ار 3 ماشي، هو ار 3 ده هنزل تحت ospf 1 واقول له اريا 23 الاوثنتيكيشن بتاعها هيبقى نو مسج دايجست. ملحوظه حتى هذه اللحظه انا حددت كي لسه، المفروض دلوقتي طالما نفس الاوثنتيكيشن تايب يقوموا دلوقتي تاني. مش هنمشي غير لما خلص الاوز بي اف النهارده ان شاء الله. كده لا اتاخر. شو رانينج على السكشن بتاع الاوز بي اف اريا 23، انا محدده عليها نوع الاوثنتيكيشن مسج دايجست. ار 3 شو رانينج كونفيج على السكشن بتاع الاوز بي اف، المفروض برضو ان انا محدده عليه. هو ايه ده؟ لا ده الديفولت مسج دايجست. طب تعالوا نعمله تحت الانترفيس وخلاص، طالما هو مصر ان هو يتاخر كده. انترفيس اس 1 اوفر 0 وقول له اي بي اوز بي اف اوثنتيكيشن نو مسج دايجست على الراوتر ده وعلى الراوتر اللي هناك. عشان ار 3 حد اخذ باله من الغلطه اللي انا كنت وقعت فيها؟ ما شلناش الكلير تكست تحت الانترفيس، كان لازم اشيل فعلا هنا الكلير تكست. المفروض دلوقتي يرجعوا تاني نيبرز شو اي بي او اس بي اف نيبرز، رجع تاني ار 2 وار 3 نيبرز. خدوا بالكم تاني انا باكد ان انا حتى هذه اللحظه لسه ما حطيتش الكي. لو جيت اكابتشر واحدة اوز بي اف اهي ستوب، لو جيت هنا على الاوز بي اف بيقول لي دلوقتي ان الاثنيكيشن تايب كريبتوغرافيك. كريبتوغرافيك يعني متشفر. ايه ده؟ انا ما حطيتش كي، ايه القيمه دي كلها؟ معنى كده ان في كي؟ لا، كل اللي فيها لو طلعت هنا بس كده فوق بيقول لي الاثنيكيشن كريبتو كي اي دي زيرو. اول ما عينك دلوقتي او اي اتاكر يشوف ان الكي اي دي بزيرو هيعرف على طول ان مفيش كي. كي اي دي بزيرو في الواير شارك ده معناه ايه يا شباب؟ ان مفيش عندي كي. عارف ان مفيش كي يبدا ان هو يشغل بس اللي هو نوع الاوثنتيكيشن عنده هو كمان كريبتوغرافيك وخلاص كده اشتغل. تمام؟ فكان فعلا ريكومندد هنا ان انا اعمل ايه؟ احط كي. الرخامه بقى هنا ان الاوثنتيكيشن كي اتفقنا ان هو لازم يبقى تحت الانترفيس، فهنزل تحت اس 1 اوفر 0 واقول له اي بي او اس بي اف مسج دايجست كي. الامر مختلف تماما، كان هناك اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن كي. تمام؟ وهستخدم هنا الكي بتاعي زي مثلا واحد اللي شغال بالام تي 5 واحط الباسورد بتاعتي ماكسيمم كام؟ 16 كاركتر. طب لو زدتهم عن 16 هيقصوا. تمام كده؟ طبعا دلوقتي لو جيت اعمل ديباج هيحصل عندي مشكله ان الاوثنتيكيشن كي مختلف. تمام؟ رقم الكي ماست ان هو يماتش. رقم الكي ايه يا شباب؟ ماست
ان هو يماتش. ليه؟ لانه بيدخل في عمليه الاوثنتيكيشن ذات نفسها. طب افرض دلوقتي ان انا جيت على الراوتر ده وحطيت عليه اكتر من كي، والراوتر الثاني برضه حطيت عليه اكتر من كي، دايما الراوتر بيبعت القيمه الاقل. الراوتر بيبعت ايه؟ القيمه الاقل، وده ممكن يسبب لي طبعا في مشكله. فعشان كده بقدر الامكان اتاكدوا ان هو كي واحد على الاثنين ونفس الرقم وخلاص. تمام؟ فاروح على الراوتر الثاني واعمل نفس الكلام على ار 2 تحت الانترفيس، حطيت نفس الكي، المفروض الدنيا تقوم تاني دلوقتي. تمام؟ ولو اي من ان ذا ميدل حاول يكابتشر الداتا هيشوف ايه؟ هيشوف الكي؟ متشفر انكوركتد. ستوب. كريبتوغرافيك، ودي كنت الكي اهو. بالمناسبه لو انا دلوقتي كنت شغاله اس اتش اي كنت هتلاقوا الكي لغايه هنا كده مثلا حاجه. لان الام دي 5 خلاص بقى بيندرب اصلا يا احمد. الام دي 5 في خلال 3 4 شهور بيندرب. لو عندك اجهزه بروسيسنج بتاعك عالي، في نوعين من الاتاك اللي هو الريمبو اتاك، الريمبو تيبل اتاك والبروت فورس. البروت فورس، البروت فورس بفعلا عن طريق تولز بيجرب كل الطرق الممكنه عشان يوصل للكي. لكن الريمبو اتاك اسرع. هو في ناس تستخدم كي اوريدي، يعني مثلا كلمه تلفزيون، كلمه تشير، ففي تيبلز كده مجهزينها ان كل كي والهاش بتاعه كام، كل كي والهاش بتاعه كام. فلو انت استخدمت كلمه من الكلمات الشائعه، الريمبو تيبل اتاك ده يعمل ايه؟ يتشيك اجينست الداتا بيز دي، اول ما يلاقي ماتش يبقى الباستور بتاعك هي كذا، الكي بتاعك هو كذا. تمام؟ الأذان بقى ونكمل. يلا اقروا بقى كده الاوبجيكتيف الثاني او الثالث. All routers in area 0 should use MD5 authentication for OSPF neighbors. Routers in area 3 should be configured to support clear text authentication. فيها أي مشكلة؟ شغال لي authentication في area 0 no MD5، وفي area 23 شغال لي authentication no clear text. تمام؟ بالمناسبة كده لو جيت دلوقتي أشوف الـ OSPF SHE authentication example، هوريكم بس السنتكس بتاعه. لو انا كان دلوقتي الاي او اس بتاعي بيسبورت الاس اتش اي زي ما اتفقنا، هيكريت الاول سلسله مفاتيح تمام، وبعد كده ينزل تحت الانترفيس ويطبق لي السلسله وخلاص وانتهينا. ده اكزامبل اهو، هكريت سلسله مفاتيح كي تشين واديلها اي اسم. اتفقنا قبل كده ان الاسم ده لوكالي سيجنيفيكانت، واديله رقم مفتاح وهقول له ان الكي سترنج بتاعتي دي الباسورد ده الكي. وبعد كده هقول له كريبتوغرافيك الجوريزم، ان انا عايز اشتغل نوع ايه؟ نوع الانكريبشن بتاعي. في عندي كذا نوع، اربع انواع: الام دي 5، الاس اتش اي 256، اس اتش اي 376، اس اتش اي 512، ومش كومباتبل مع بعض لان كل واحد بيشفر بطريقه. تمام؟ وطبعا لو حبيتوا ان انتوا تعملوا سند لايف تايم واكسبت لايف تايم، وقلنا قبل كده ريكومندد ان انت بتعمل فتره اوفرلاب ما بين الاثنين، يعني الاكسبت زياده يوم. ليه؟ عشان لو التايم مش متظبط ما بين التو راوترز. تمام؟ وبعد كده تنزل تحت الانترفيس وتقول له اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن شغل لي الكي تشين اللي اسمها كذا. او اس بي اف 1 دي اسم التشين بس كده. حد وقع مني كده في حاجه؟ بالمناسبه كان في ناس تقول لي احنا لاحظنا ان الكي بيتغير، الكي الهاش قيمه الهاش بتتغير. يا شباب، لان الهاش مش بيندمج بس برقم الكي، الهاش بيندمج كمان بالبيلود، وكل طبعا مره البيلود بيتغير، فهتلاقي ان كل مره الهاش بيتغير. واضحه؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الاوبجكتيف اللي بعديه ناس بت routers in area 45. فين 45 دي؟ راحت فين؟ فين الرسمة؟ اهي دي. بيقول لي فيها ايه؟ are limited in their capacity and shouldn't receive routes from network outside the OSPF system. يعني من الاخر بيقول لي اي external مش عايز اشوفه. These routers should reach the external network using a default route which cannot be configured statically.
ها اعمل ايه؟ الناس اللي عايزه تروح، ها اعمل ايه؟ اخليها ستوب ازاي؟ هاجي على ار 4 وار 5. ار 4 واقول له ان الاريا بتاعتي اللي هي 45 لوحه ستوب، ونفس الامر على التاني تحت ار 5 راوتر او اس بي اف 1. تمام. لو جيت دلوقتي فعلا على ار 5 وقلت له شو اي بي راوت، هشوف ان كل الاكسترنال اللي هي 172 طب 31 شفته كله عن طريق ايه؟ اكسترنال ديفولت راوت، بيرمي على مين؟ على ار 4 اللي هو الاريا بورد الراوتر بتاعي. طب الاوبجيكتيف اللي بعدي راوترز ان اريا 23 ماست نوت ريسيف تايب 3 او 4 او 5 توتالي ستوب اريا. تمام. From the rest of the OSPF network, these routers should reach the external network using a default route with an initial OSPF cost of 100. دي بقى ما اخدناهاش قبل كده. اه متر؟ لا ده احنا اخدناها في redistribution. تمام؟ نعمل الكلام ده ازاي؟ هو ده الاول على اريا كام؟ 2 و3. يبقى هاجي على 2 تحت الراوتر OSPF 23 واقول له ان الاريا 23 نوعها ستوب مسافه نو سامري نو ايه سامري، واقول له ان الاريا 23 المتريك الديفولت كوست بتاعها هيبقى كام؟ هو قال لي كام؟ 100. بس المتريك اللي انا هدخله واروح طبعا على ار 3 لان الدنيا المفروض دلوقتي تقع. راوتر او اس بي اف 1 الاريا 23 نوعها ستوب او ستوب مسافه نو سامري مش فارق معايا. المفروض دلوقتي الادجستنس تقوم تاني انجز. نعم الايه؟ ليه؟ لا ده هنا ده المترك وهو داخل هنا انا بقول له ان الكوست بتاعي هيبقى كام؟ 100. هو ار 3 و 4 انا عامله عليهم اوثنتيكيشن او حاجه؟ لا كده مفيش عندي مشكله في الاوثنتيكيشن. لا انا كنت بس عايزه اتاكد ان مفيش عندي مشكله في الاوثنتيكيشن، اصل هما مش عايزين يبقوا نيبرز. شو اي بي او اس بي اف نيبر عشان عاملين بس. لا ار 2 وار 3 لا مش بس. اريا 23 ستوب نو سامري واريا 3 اريا 23 ستوب كده صح. ناشونال نتورك ايه؟ واحد بس يا جماعه. لا يا جماعه لا السيد مترك وهو داخل، انما ار 3 هغير عليه المترك ليه؟ هو الدنيا دلوقتي قايمه لما بغير القيمه لما بغيرهم ستاتيك توتال ستابي بتقع. طب واحده واحده تانيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اريا 23 نوعها ستوب نو سامري وار 3 اريا 23 ستوب ده اللي هو ازاي يعني مش فاهم ده اللي هو ازاي.
معايا شباب كده؟ اسامه يلا. لسبب ما انا مش قادره احدده دلوقتي، لما كتبت الامر على راوتر منهم R3 كاتبه الامر شو راننج مش جايبه، كاني ما كتبتش حاجه. تمام. في بعض الاحيان ده بيحصل على ارض الواقع بعيد عن جي ان اس، ممكن يكون مثلا الراوتر دلوقتي بيزي في اي مشكله، فالبارسر ما اخدش الامر، ما ادانيش ايرور، ورغم كده ما اخدش الامر. تمام. فكل اللي انا عملته، انتوا ممكن طبعا لو راوترز ممكن ان انتوا تعملوا لها ريلود عشان تقوم البروسيس الثاني من اول وجديد. هنا انا كل اللي عملته دلت الاوامر اللي انا عملتها وشغلتها تاني، جيت اهو على ار 2 وقلت له ايه اريا 23 ستوب نو سامري، وجيت على ار 3 اريا ستوب، رجعوا تاني لودنج دان ومفيش اي مشكله. يعني من الاخر مفيش حاجه غلط احنا عاملينها، كل اللي فيها شكله كده ان الراوتر لسبب ما ما اخدش الامر، البارسر ما اخدش الامر. تمام. وكنا قلنا كمان ان ار 2 المفروض ان انا اعمل عليها ديفولت اريا 23، هحط عليها ديفولت كوست، احنا اتفقنا كام؟ 100. لو جيت دلوقتي على ار 3 واقول له شو اي بي راوت بالاوز بي اف، فعلا شفت كل حاجه بايه؟ ديفولت راوت. طب ليه الرقم ده؟ هي دخلت لي 100 والسيريال الكوست بتاعه 64، فعلا جات لي هنا 164. واضحه؟ تمام. الاوبجيكتيف اللي بعديه تقريبا كده اخر اوبجيكتيف. With this exercise is complete, all routers should ping each router in the OSPF. عشان ما ضيعش وقت بقى، عشان شكلكم زهقتوا. في المشكله اللي كان مجدي قال عليها من شويه في اول الليب يا مجدي، ايه المشكله اللي هنا؟ اريا 67 متوصله باريا 0، لكن اريا 78 مش متوصله باريا 0، اعمل ايه؟ ايوه، هاجي على اريا 67 واحولها لفيرتشوال لينك، بنسميها ساعتها ترانزيت اريا، بنسميها ايه؟ ترانزيت اريا، اريا وسيطه ما بين الاثنين. تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي على ار 6 واخليه يشاور على الريد بتاع ار 7، مش الاي بي، الريد. تمام. واجي على ار 7 اكرر فيرتشوال لينك ما بينه وما بين الريد بتاع ار 6. عشان كده في اللاب من اوله انا عملت هارد كود للراوترز دي كلها، ان كل راوتر الريد بتاعته 6 6 6 6 7 7 7 7. فاكرين لما قلت لكم ان دي افضل طريقه؟ لان في بعض الكونفيجريشن اللي معتمد على الفيرتشوال او على الريد، طب لو الريد اتغير الكونفيجريشن دي هتبقى فيها مشكله وممكن تقع. تمام. فاجي على ار 6 واقول تحت الـ OSPF 1 هقول له الاريا اللي رقمها 67 دي عباره عن فيرتشوال لينك ما بيني وما بين 7 7 7 7. تمام. لو استنيت كده المفروض بقى الدنيا تقع، لما الدنيا تقع كده هروح لـ R7 واقول له راوتر OSPF 1 الاريا كده، المفروض خلاص اهي وقعت. ولو رحت فعلا على R6 لسه المفروض يطلع لي سيس لوك دلوقتي عليه هو كمان ان الدنيا وقعت. على ار 7 عمال يقول لي ايه؟ ريسيفد انفاليد باكيت مس ماتش اريا اي دي فروم باك بون. ايه ده؟ ايه الرساله الغريبه دي؟ مس ماتش اريا اي دي فروم باك بون اريا ماست بي فيرتشوال لينك. ليه بيقول لي فروم اريا 0؟ شباب الفيرتشوال لينك بيعتبر نفسه ان هو تبع اريا 0. الفيرتشوال لينك بيعتبر نفسه ايه؟ تبع اريا 0. السيس لوج اللي قدامي ده تعالوا نحله ونشوف نفهمه تاني كده بالراحه. عشان كده بيقول لي هنا ايه؟ ان هو ريسيفد الكلام ده فروم باك بون. ايه علاقه الباك بون؟ الفيرتشوال لينك تاني تبع مين؟ اريا 0. فاجي انا اقول له ان الاريا 67 دي عباره عن فيرتشوال لينك لمين؟ 6666. تمام؟ المفروض دلوقتي الدنيا ترجع تاني لودنج دان. لو جيت على ار 6 وقلت له شو اي بي او اس بي اف نيبرز، انا جاري مع ار 7. ايه ده؟ هو معلش هنا كمان الاثنين اساسا كده كده بوينت تو بوينت، لكن انا هفترض دلوقتي ان في راوترز ما بينهم، كذا راوتر ما بيني وما بين ار 7. حتى لو كان في راوترز ما بيني وما بينهم، هو كده كاريت فيرتشوال لينك ما بين ار 6 وما بين ار 7، بيعتبروا ساعتها ان هو تانل. بيعتبروا ايه؟ تانل. هو ينفع ان تو راوترز ما هماش دايركت كونكتد يبقوا نيبرز؟ في الحاله دي هيبقوا نيبرز،
لان ار 6 وار 7 حتى لو في بينا نيبرز كتير او راوترز كتير هيعتبروا نفسهم ان هم نيبرز عن طريق الفيرتشوال لينك عن طريق الجسر اللي اتكريت ما بينهم. ففعلا هيظهر لي هنا ان ار 6 جار مع ار 7 وهيظهر فعلا ان هو بوينت تو بوينت. نوع التانل اللي ما بينهم ايه يا شباب؟ بوينت تو بوينت. حتى بيقول لي هنا ان هو شايفه عن طريق الانترفيس مين؟ او اس بي اف فيرتشوال لينك 0. ايه ده؟ معنى كده ان الراوتر ده كاريت انترفيس وهمي؟ اه شو اي بي انترفيس بريف مش ظاهر هنا. شو اي بي انترفيس بريف مش ظاهر هنا. لكن لو قلت له شو اي بي او اس بي اف على الانترفيس الوهمي ده شو اي بي او اس بي اف على الانترفيس اللي هو ده تمام. بص لو نزلنا تحت كده بيقول لي هنا ان الانترفيس ده بيبعت له كل 10 ثواني. بس بصوا على اخر سطر بيقول لي ايه؟ سبريس الهيلو فور وان نيبر. يعني ايه؟ ار 6 وار 7 هيبعتوا الهيلو لبعض مره واحده بس مش كل 10 ثواني. هيبعتوا لبعض الهيلو كام مره؟ مره واحده بس. عشان كده في اخر سطر خالص قال لي ان هو وقف الهيلو. هو ده ممكن يعمل معايا مشكله جدا جدا فوق ما تتخيلوا. افرض دلوقتي ان مثلا الفيرتشوال لينك ده وقع، هو حاسه ان هو خلاص ايه؟ حاسه ايه؟ ان هو ايه؟ تمام؟ هيحصل تاني بعد كده ان هو داون؟ لا ما هو ايه؟ الهيلو اتبعتت مره وخلاص. لكن لو التو راوترز دول اترستوا او انا عملت كلير للبروسيس او حصل اي تشينج في الشبكه بتاعتي ال اس ايه تغيير راوتر انضاف عليه شبكه ولا حاجه وشغلت عليه الاو اس اف، على طول هلاقي الفيرتشوال لينك ده وقع. هلاقي الفيرتشوال لينك ده ايه يا شباب؟ وقع. تمام. حاجه كمان لو جيت هنا قلت له شو اي بي راوت ده على ار 6 اللي بالاو اس بي اف تمام، لقيت دلوقتي ان ار 6 شاف الشبكات دي 10 7 8 ظهرت اهي وبمترك. لا ده علشان شايفها ثواني نشوف الاول الراوتر بعيد، خلينا في ار 3 مثلا. شو اي بي او اس بي اف شو اي بي راوت بالاو اس بي اف ده برضو شو اي بي راوت او اس بي اف 10 1 7 8 شافوا بمتر كام؟ 179. تمام. في شويه كافيتس بقى في الفيرتشوال لينك. اول حاجه يا شباب ان اقصى مترك ما بين تو راوترز دايركت كونكتد، تو راوترز دايركت كونكتد المفروض ان هو ما يزيدش عن 10 عن 2 اس 6 2 اس 16. هو اقصى مترك في الاو اس بي اف كام؟ 32. لكن اقصى مترك ما بين تو راوترز دايركت كونكتد المفروض انه ما يزيدش عن كام؟ 10 2 اس 16. ده ممكن يفرق معايا في حاجه؟ اه. افرض دلوقتي ان انا لعبت في معادله الاو اس بي اف وعليت المقام قوي لدرجه ان ار 6 وار 7 في بيننا وبين بعض 50 راوتر. في بيننا وبين بعض ايه؟ 50 راوتر. فار 6 دلوقتي شايف ار 7 بمترك 2 قص مش 16 بقى 17. ممكن تحصل لو قمت الكوست ما بيننا على مستوى كل هوب انا بنط عليها قمت المترك زادت قوي، فعلى ما وصل ار 6 على ما وصل لار 7 قمت المترك زادت عن كام؟ 2 قص 16 زادت عن 2 قص 16. على طول ار 6 وار 7 الادجيسنسي ما بينهم وقعت، رغم ان 2 قص 16 ده المفروض ما بين ايه؟ تو هوبس متجاورين، لكن باكد تاني ان ار 6 وار 7 بيعتبروا نفسهم تو هوبس متجاورين. اول كافية فيها مشكلة؟ تمام؟ طيب حاجة كمان انا لسه بقول لكم دلوقتي ان الفيرتشوال لينك ده بيعتبر نفسه تبع ايه؟ اريا زيرو. افرض دلوقتي ان انا جيت على اريا زيرو وطبقت عليها اوثنتيكيشن، يعني على ار 6 راوتر او اس بي اف 1 وشغلت عليها اريا زيرو اوثنتيكيشن تمام؟ هاجي على كل الراوترز كده اشغل عليها اوثنتيكيشن على ار 2 كمان تحت الراوتر او اس بي اف 1
هشغل اوثنتيكيشن على اريا 0 وعلى ار 1 وعلى ار 4. المفروض دلوقتي ان الفيرتشوال لينك ما بين ار 6 وما بين ار 7 الفيرتشوال لينك ده المفروض انه يقع، تمام؟ وطالما وقع الاريا دي كلها خلاص وقعت من الشبكه بتاعتي. طب ما وقعش ليه؟ لو رحت دلوقتي على ار 6 شو اي بي اوز بي اف نيبرز، ده انا لسه شايفه جاري، لسه شايفه ار 7 عن طريق الفيرتشوال لينك، الفيرتشوال لينك ما وقعش. ولو قلت له هنا شو اي بي او اس بي اف على الفيرتشوال لينكس، الفيرتشوال لينك اب، الفيرتشوال لينك ايه يا شباب؟ حالته اب. امال ايه اللي حصل؟ الفيرتشوال لينك ده احنا لسه قايلين ان هو بيبعت الهيلو كم مره؟ مره واحده بس وانتهينا، فبنسميه اون ديموند سيركت. يعني ايه اون ديموند؟ يعني طالما قام خلاص بالطلب، تمام؟ تحصل المشكله امتى بقى دلوقتي؟ لو حصل اي تشينج عندي في الشبكه، لو حصل اي تشينج في الشبكه، او لو جيت على ار 6 على سبيل المثال او ار 7، خلينا في ار 7 مثلا، وقلت له هنا كلير اي بي او اس بي اف بروسيس، يس الدنيا وقعت اهي، تمام؟ لو قلت له شو اي بي او اس بي اف فيرتشوال لينك، شو اي بي اوز بي اف نيبر، شايف ار 6 ازاي؟ كسر الانترفيس بس، لان كده كده هما دايركت كونكتد، لكن شاف الانترفيس او شافه عن طريق الفيرتشوال لينك، الفيرتشوال لينك هيفضل وقع. الفيرتشوال لينك ايه يا شباب؟ هيفضل وقع. ايه اللي حصل؟ الفيرتشوال لينك انا مش مقومه عليه اوثنتيكيشن، بس خدوا بالكم من الترتيب اللي انا عملته. انا قومت الاول الفيرتشوال لينك كده خلاص، ايه؟ بعد كده طبقت اوثنتيكيشن على اريا 0، الفيرتشوال لينك لازال قايم لانه خلاص اون ديموند، قام مره واحده وانتهينا. بعد ما وقعته، بعد ما عملت كلير للبروسيس، او على سبيل المثال اكريت لوب باك على ار 7 واشغل عليه الاو اس بي اف، المهم اي تغيير في الشبكه الفيرتشوال لينك وقع. بس اي تغيير عندي شيء 6 و7، 6 و7 تمام. فالفكره دلوقتي ان الادجست او التجاور ما بينهم دلوقتي واقع، تمام؟ اعمل ايه عشان يقوم؟ لازم كنت اقوم الفيرتشوال لينك ده اساسا بالاوثنتيكيشن. الفيرتشوال لينك لازم اقومه يا شباب بالاوثنتيكيشن. يعني وانا اساسا بقوم ار 6 تحت راوتر او اس بي اف 1، لما قلت له اريا، هي كانت اريا كام؟ 67 فيرتشوال لينك، لو استخدمت الهيلب الاي دي بتاع الطرف الثاني، لو استخدمت الهيلب في عندي هنا اوبشن اسمه ايه؟ اوثنتيكيشن، وفي عندي اوبشن اوثنتيكيشن كي. طبعا لو انا كنت حاطه كي على اريا 0 ومست ان انا كمان هحدد هنا الاوثنتيكيشن كي، تمام؟ فانا هقول له هنا ان الاوثنتيكيشن بتاعي لو استخدمت الهيلب ممكن اضغط انتر، انتر يعني ايه؟ كلير تكست، تمام؟ طب لو حبيت ان انا اشغله بالام دي 5 اقول له مسج دايجست، طب لو حبيت ان انا اديله كي اقول له مسافه كمان مسج دايجست كي واحط الكي، تمام؟ فلازم اقول له هنا ان انا عندي هنا اوثنتيكيشن، واروح على ار 7 هو كمان وانزل تحت البروسيس 1 واقول له ان الاريا 67 هي فيرتشوال لينك لمين؟ 6666، وما انساش ان انا اطبق عليها الاوثنتيكيشن اللي نوعه كلير تكست. الاوثنتيكيشن نوعه ايه يا شباب؟ كلير تكست، تمام؟ لغايه ما الانترفيس كده تاني يقوم تاني. لو انا حبيت كده خلاص قاموا عن طريق الفيرتشوال لينك، لو انا حبيت تاني ان انا احط كي اقول له ايه؟ اوثنتيكيشن كي، واحط الكي بتاعي برده كام كاركتر؟ ماكسيمم 8. طب لو انا حبيت ان انا اشغل الام دي 5 اوثنتيكيشن مسج دايجست واضغط انتر، وبعد انتر في سطر تاني اقول له مسج دايجست كي واحط الكي بتاعي. ممكن اعمله على فكره في سطر لوحده على بعضه، يعني ممكن اقول له هنا مسج دايجست، تمام؟ واقول له كمان مسج دايجست كي
الاثنين في سطر واحد، او ممكن احطهم في سطرين اقول له مسج دايجست وبعد كده انتر، وفي سطر جديد اقول له مسج دايجست كي واحدد الكي بتاعي. المهم تاني اريا زيرو انا مشغلاها كلير تكست، يبقى لازم الفيرتشوال لينك يكون كلير تكست. اريا زيرو انا مشغلاها ام دي 5 يبقى لازم يكون الفيرتشوال لينك ام دي 5. تمام. رجع تاني الدنيا قامت اهو، شو اي بي او اس بي اف نيبرز، رجعت شفته تاني عن طريق الفيرتشوال لينك. فلو جيت على ار 2 على سبيل المثال وقلت له شو اي بي او اس بي شو اي بي راوت او اس بي اف، رجعت تاني شفت شبكات ال 67. طبعا ار 3 لما انا عملت شو اي بي راوت عليها من الاول ما جابليش حاجه، ليه؟ لان انا محوله الاريا اللي في النص دي لتوتال سبي اريا. واضحه كده؟ حد وقع مني كده في حاجه؟ دي شويه الكافيتس بس اللي موجوده عندي فين في الفيرتشوال لينك. امر بس كده عشان الناس اللي هتدخل الدولي شو اي بي او اس بي اف، امر بس كده لوحده انتر. واو بيجيب لي شويه معلومات رهيبه بصراحه. اكتر امر او اكتر حاجه انا يعني بهتم بيها قوي طبعا الريد بتاع الراوتر. تحت هنا بيقول لي ان اريا 23 ران الاو اس بي اف الجوريزم اكزيكيوتد كم مره؟ 3 مرات. يعني معنى كده ان حصل 3 تشينج في الراوتر ده او في الاريا دي. طب تحت اريا 0 لو نزلت تحت، تحت اريا 0 الاو اس بي اف اكزيكيوتد كم مره؟ 18 مره. يعني حصل عندي 18 تشينج. طبعا لو لقيتوا الرقم ده بيزيد بطريقه يعني زياده قوي زياده عن اللزوم يبقى معنى كده ان الشبكه بتاعتك انستابل فيها انستابيليتي. تمام. امر بس كمان كده على السريع هنراجع عليه واخر امر وخلصنا. ديفولت انفورميشن اوريجينيت كنا واخدينه ايام الان ايه، هنراجع بس كده عليه على السريع. سي دلوقتي ان عايز ان ار 1 يذيع نفسه لكل الراوترز اللي معاه في الشبكه ان ده الديفولت راوت بتاعه، اعمل ايه؟ هاجي على ار 1 واقول له تحت البروسيسوري اقول له ديفولت انفورميشن اوريجينيت. عندي شبكه كبيره شويه، انا دلوقتي ار 1 ده اللي رابطني بالاكسترنال راوتس، ده اللي رابطني بايه يا شباب؟ بالاكسترنال راوتس. انا مش عايزه اجي على كل راوتر من الراوترز اللي معايا دي واقعد اقول لها روحي الار 1 ده الديفولت راوت بتاعي ستاتيك راوت يعني، لا انا ممكن دلوقتي اجي على ار 1 واقول له ذيع نفسك ان انت الديفولت راوت لكل الراوترز اللي معاك في الشبكه. ازاي؟ هاجي تاني على ار 1 واقول له ايه؟ ديفولت انفورميشن اوريجينيت. بس بشرط اتفقنا قبل كده ايام ال ان ايه ان الامر ده عشان يشتغل ماست ان ار 1 يكون عليه ديفولت راوت بيشاور على الاي اس بي. ار 1 ده كونكتد بالاي اس بي لازم يكون عليه ديفولت راوت بيشاور على مين يا شباب؟ الاي اس بي. يا اما الامر ده ملوش اي تاثير. انا فعلا على ار 1 كنت عامله عليه ديفولت راوت بيشاور على نال 0 بيشاور على الراوتس دي. تمام. لو جيت دلوقتي على سبيل المثال على ار 3 مثلا او ار 4 اي راوتر وقلت له شو اي بي راوت او اس بي اف، مفيش حاجه. ار 1 انا ما كنتش عامله عليه ديفولت راوت، سوري انا ار 1 كنت عامله عليه ستاتيك راوت. هاجي على ار 1 واعمل عليه ديفولت راوت اقول له اي بي راوت. لو عايز اوصل لاي حد اللي سبنت ماسك بتاعه اي حد طلع الداتا منين؟ سي مثلا من نال زيرو مثلا اي انترفيس. طبعا هستخدم في الحقيقه الانترفيس الحقيقي اللي بيربطني بالاي اس بي. لو جيت على ار 4 قلت له شو اي بي راوت ظهر عندي فعلا ايه؟ ديفولت راوت. بيقول لي لو عايزه توصلي لاي حد ابعتي على مين؟ على الاي بي ده اللي هو بتاع مين؟ ار 1. طب لو رحت على ار 7 على سبيل المثال شو اي بي راوت او اس بي اف، ظهر هو عنده كمان ديفولت راوت بيشاور على مين؟ ار 6. ده النكست هوب بتاعه ريديستريبيوت. انا اقصد ان ار 1 عايز يذيع نفسه ان هو الديفولت راوت لكل الراوترز اللي معاه رغم ان هو مش شغال اساسا ديفولت راوت، رغم ان هو ما عندوش ديفولت راوت يرمي على الاي اس بي. اعمل ايه؟ واخدينها والله واخدينها والله. هقول له ديفولت انفورميشن اوريجينيت مسافه اولويز،
دايما زي نفسك ان انت ديفولت راوت حتى لو ما عليكش لو مش عليك ديفولت راوت بيشاور على الاي اس بي. لو جيت دلوقتي على ار 4 على سبيل المثال وقلت له شو كده اهو ظهر هو عادي. واضحه؟ حد وقع مني في اللاب ده في حاجه؟ الحمد لله خلصنا الاو اس بي اف. ياه انت ايه؟